وين عبير؟ عبير تعبانة قاعدة في الكافيتيريا ترتاح. يعني وش هذا الاستهتار؟ بالله يا عاجبك اللي قاعد يصير؟ كل الشغل شيء لحالنا وهم ما حد فيهم مداوم. والله يا ماجدة أنا قاعدة أخلص شغل فادي وأبغى أخلص. خياس. عادي نغير جو، وش المشكلة؟ ناقصتك أنت الثاني. إيش في نضال؟ إيش بك انكتمنا؟ تعودوا، هذه الريحة المعتمدة هنا. يا نضال والله العظيم قرفنا من الريحة، خلاص خلنا نشتغل يا ابن الحلال. أحد يضايقنا؟